مرحبا بكم في شيبي يمني فودز. انا كاثرين وفي هذا الفيديو اعملكم طريقة بسكويت سكر. والمكونات التي تحتاج لهذه الوصفة: كوبين ونص دقيق، كوب سكر، بيضتين، ثلاثة أربعة كوب زبدة بنفس درجة حرارة الغرفة، يعني ليس بارد، ملعقة صغيرة بيكنج باودر أو خميرة الكيكة بيكنج باودر، ونص ملعقة ملح. أوكي، ولكي أعمل الكريمة سأحتاج كل الأشياء التي تشوفونها، ولكن بعض الأشياء ضروري 100% وبعض الأشياء ليس ضروري. أول شيء ضروري سكر البودرة، والكمية هنا كيلو معي، بس الكمية حسب كم تتمنى ألوان في الكوكيز، أكثر ألوان يريد أكثر سكر. والثاني شيء هو بيض البيض مجفف بودرة يعني، وهذا ضروري كمان. وإذا لا توجد هذا، بعض الناس في زمان كانوا يستخدموا بيض البيض نفسه، ولكن يعني ملاحظة في خطر شوية في هذا الشيء لأنه ليس مطبوخ وممكن تكون في بكتيريا، فهذا يعني فكر جيدا هل هذا الشيء يعني هو خطر. أنا من قبل استخدمت بيض البيض نفسه ما حصل لي شيء، بس ممكن الشخص يمرض منه أحيانا. أوكي، وثاني شيء نريد ألوان، ألوان الأكل. أوكي، بالألوان التي تتمنى. وبعد ذلك هذا أكياس للكريمة، زينة الكريمة. أوكي، هذا أكياس بلاستيك، وهذا التغطي فوق البلاستيك هنا، وهذا لا أعرف ماذا تسميه، ولكن في حجم مختلف كبير وصغير، وسأتكلم أكثر في ذلك فيما بعد. والآخر شيء تشكيلة الذي تتمنى. أولا نخلط السكر مع الزبدة حتى تكون خفيف، وثم نضيف له البيض ونخلط مع بعض. وثم نضيف الدقيق، الملح والبيكنج باودر ونخلطه مع بعض حتى تكون عجينة متماسكة. وضروري العجينة تكون جاف شوية، ومن أول حكي كان ليس جاف جدا، فزيت له دقيق لكي تكون ثلاث أكواب والنص، ودخلته إلى الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر لكي تكون بارد. فثم توسع العجينة فوق الصفحة الحديدية الذي ستطبخ يعني تدخله في الفرن مباشرة، وجيب دقيق شوية فوق كل شيء من أجل لا يتلصق قوي إلى نشابة ولا أي شيء. وثم توسع العجينة بالنشابة حتى تكون كبير، وتقطع الأشكال يعني الذي تريد، وتدخله إلى الفرن 175 لمدة 6 دقائق تقريبا، أو حتى يعني تكون جاهز. انتبه، ضروري تترك مكان بين واحد بسكويت والآخر لأنه ستكبر شوية في الفرن. وثانيا ضروري تخرج يعني المقطعة التي لا نريدها،
من الحديد قبل ما ندخله إلى الفرن. لكي نعمل الكريمة، أولا نضع السكر مع بيض البودرة ونخلطه مع بعض، وثم نضيف له الماء شوية شوية ونخلطه جيدا وبسرعة حتى تصبح خفيف جدا ولونه أبيض قوي، ويعني شوية تكون لا يتحرك يعني كثيرا، تجلس مكانه، تكون مثل القشطة. نسيت ما أقول، ممكن تضيف نكهة، أي نكهة الذي تتمنى إلى الكريمة، لأنه ستكون طعمه سيء بدون أي نكهة. وثم تقسم السكر إلى كم تريد ألوان، وأنا اخترت 5 ألوان. أوكي، ثم نضيف اللون لكل يعني كل صحن، يعني كل سكر نضيف له اللون الذي تتمنى. وكنت أريد أنا يعني أن أخفف الألوان، فبعدين عملت كل الألوان خلطت لون يعني واحد شوية شوية مع الآخر من أجل الألوان تكون يعني خفيف شوية وليس قوي، ولكن هذا حسب الذوق الذي تتمنى أن تعمله. وثم نضيف ماء له حتى تصبح مثل معجون الأسنان، يعني ليس غليظ جدا مثل ما أول، ولكن انتبه لا تزيد الماء لأنه هكذا ستخرب. وثم نجيب الكريمة في داخل الكيس، وإذا هذا تعب كثيرا يعني الكيس والكل ممكن تعمله بالسكين عادي، ما يكونش بالتحديد مثل ما الكيس هذا، بس يكون جميل. وتشوف كيف يعني تكتب مثل القلم مع الكريمة. وثم أعمل خيط حول البسكويت يعني، وبكل البسكويت الذي سيكون بنفس اللون هذا، وممكن تعمل لون واحد أو اثنين ثلاثة كما تريد. اوكي، وشوف كيف يعني تركت بعض الكريمة في الصحن يعني من اول، لم استخدم كله للخطوة الاولى. وهذا الكريمة مرة ثانية ساضيف له ماء حتى تصبح مثل العسل، يعني تكون خفيف اكثر من الاول الذي عملته. وبهذا الكريمة سنعمل يعني في داخل الخطوط الذي عملنا من اول، وهذا عملته بالسكين، وانتبه لا يخرج من الخيط، لأن الخيط يعني يحفظ الشكل. وثم تتركه يعني لكي تكون جاف، وإذا تجي ترسم أي شيء بالقلم مرة ثانية فوق ذلك ممكن، وكمان يعني تعمل أي يعني عيد الذي تريد الذي يوجد عندكم، يعني أي أشكال الذي تحب، وهذا الشيء الممتع في البسكويت هذا. أوكي، شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو. إذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل هذا ممكن تزور القناة شيبا يمني فود، وكذلك تزورني في الفيسبوك. شكرا.